يا ريت سمعت من امي مروة فهميني فرقت على كلمة. سلامات يا بلدي يا سلامات يا حبيبنا يا بلدي يا مايا. لم يقل لي عن الجهة التي نقصدها، ولم أكن أنتظر منه أن يفاجئني بعاطفته والمال الذي وفره للسفر والمعالجة واعترافه لأول مرة بمسؤولية ما حدث لي. سوف أخبرك عن المكان الذي سنمضي فيه فترة المعالجة، سواء كان هنا أم في الخارج. فوالدي لم يقل لي بعد، لكنه قال بأنه سيعود ليتفاهم معك على العمل أثناء غيابي. جمالات، أمل ألا تتخلي عني. مايا، رح تصير عقلي. أنا ما عندي غير تفسير واحد لكل هالقصة. شو؟ إبراهيم. إيه؟ إبراهيم خايف من شيء، لحتى أخذ بنته وهرب بهالسرعة بعد ما عرف إنه خبرت قصتها لمروة. عكل حال ما بنقدر نحكم على شيء قبل ما يرجع إبراهيم. مش رح يرجع. وبيته والمفتاح يلي تركه مع مروة، هالشي ما بدل أبدا إنه هرب. بلكي بده يحط بنته بمستشفى ويطمن باله عليها، وبعدين بيرجع بيتفاهم مع مروة أو جمالات. وتنفترض هيك، هالمفاجأة بتركه للبيت بهالسرعة شو معناتها؟ ها؟ زكي أفندي. شو؟ مننطر كم يوم تنشوف. مننطر؟ لكن خلينا نشتغل على خط التيم. وليش حتى نحمل بطيختين بفرد ايد؟ التكتيك البوليسي مرات بيحمل 10 بطيخات بفرد ايد. شو بيمنع انه نشتغل على خطين سوا؟ ألو 387-687. نعم. مين حضرتك؟ ليش مين طالب حضرة التاني؟ أنا. أوه، إذن أنا لازم أعرف مين حضرتك. ها؟ سوري بعتذر، أنا طالب الأستاذ مازن أشرف، وأكيد أكيد مش غلطاني بالنمرة، لأن نبرة الصوت وهالضحكة ماركة مسجلة. بونجور أستاذ، الله يخليك، طول بالك علي شوي وما تعصب قوام. بعرف إنك بتنكرز من الحكي على التليفون، بس وحياتك وحياتك صار معي لقوي بإصبع إيدي من كتر ما تكتكت نمرة تليفونك وما كنت أقدر أكمشك، وهلأ مش مصدقة إني حضيت فيك. بقى وحياتي اللي بتحبون ما تسكر بوجهي. أوكي أوكي أوكي، بس إذا المكالمة بدها تكون على قياس هالمقدمة مش أوكي أبدا. يي يي يي، ريت ما تغيب هالضحكة ولا تكي عن الشاشة.
أخ أخ لو بتعرف يا أستاذ شو بيصير فيي لما بسمع صوتك. شو بيصير؟ يعني بدك تقول مثل شطير جوانح وسع الدنيا بيحملني وبيسبح فيي بعالم الخيال. أستاذ؟ نعم. بعرف إنه وقتك تمين ومعجبينك ما بينعدوا، وبعرف إنك عصبي ومزاجي، وما بعرف كيف بدها تطلع الكلمة مني. لا واعني إذا بتطلعيها بسرعة بكون ممنونك. سوري يمكن عطلتك عن شغلك؟ مش عم تسمعني أستاذ؟ معك معك معك. سوري. دونت وري. بس مثل كأني سمعت شي وما فهمته. مش غلطانة، أنا مرات بتأتئ بالحكي. مهضوم. قديش الساعة معك أستاذ؟ على كل حال مش رح أطول المكالمة عليك، أحسن ما تقول عني تقلت الدم. دخلك الخط عم بخربيش؟ لا لا دينتي. أستاذ؟ نعم. بفتكر صار لازم أعرفك بنفسي. شو صاير؟ بعد بكير؟ يا حرام مخشخش مزبوط. ألو أستاذ؟ حاسي مثل كأنك معصب كتير. ماني غلطاني أبدا. ليكون مني؟ يعني يا منك يا مني يا منه. قصدك التليفون؟ شو؟ شو؟ سكر. رجعي دقي له مرة تانية. لا. ليه؟ خلينا نفكر كيف بدنا نرسم خطة نقابله شخصيا. اوكي. مأكدة انه هو يلي حكي معك؟ ايه. عصبي؟ ايه. ومثل كأنه مشعوط بعقله؟ تمام. يعني اخترعت البارود؟ ما هودي منعرفن عنه من حكي المجلات. وبتعرفي انه قبل مقتل هتاف شقرة بعشرة ايام ضربك كف قدام 20 زلمة؟ هيك لا. لا تبقى تقوطبي علي قبل ما خلص كلامي. سوري. شبي في شي؟ إبراهيم ومايا مش عم بيروحوا من بالي أبداً. لا تخوفي من اللي انتقتس عليهم حتى نتلقط فيهم. هلأ خلينا نهاجم مازن أشرف. قولولا مبروك قولولا دقوا الموسيقى وغنولا وعدق القلب مشوق أو ضونا شمع. شو القصة يا استاذ؟ يا خير منك اتخلت عن الشباب. نعم ما فهمت. خلت مش مزبوط؟ اكيد مش مزبوط؟ اكيد ونص. لا ما بعتقد. ما بعتقد يا استاذ. طيب طيب يا سيدي اوكي اوكي فلتت مني. عمول معروف بس ارفع الصوت شوي اذا بتريد. تفضل. امرونا عيونك امرونا من بعيد بعيد سرقونا. أمرونا عيونك أمرونا من بعيد بعيد سرقونا. من سحر الليل جينا يا ليل نرقص ونغني بعيونا. ليلي يا عين ليلي يا عين عيني يا ليل عيني يا ليل هلوها بالفرحة وباركونا وضوونا الشمعة على طولة. قدام الفنان يلي بمشقته الحلوة وطلته المهيوبة وصوته الجهوري شاغل تلات ارباع البلد. الله لا يشغل لك بال. لا تواخذني، ما كان عنا غير هالطريقة حتى نقدر نشوفك ونحكي معك. ونحن كتير معجبين بفنك وبشخصيتك بس مش عم نقدر نوصل لك، انت دايما مشغول ومخفوق مشغول ومخفوق.
ومش رح اكذب عليك، انا اللي حكيت امبارح معك على التليفون، بس حضرتك كنت معصب شوي. انت دايما هيك استاذ؟ شوي منترجاك. قدر مشاعرنا وتكرم علينا بجلسة صغيرة. ولانه 10 دقايق مش اكتر. تفضل. تاكلك حرام عليك. يعني الاكل تاكلك. بنعومي بنعومي شوي. مانك سمعتي كيف مركز علي؟ غبي 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 غبي. الله الله عليك. سمعتي؟ حتسكتي ولا حاخطف نفسه؟ بسيطه بسيطه. Yes, I am ready, but I should study the subject before. Yeah? Yeah, yeah? Right. Yeah? Yes, Mr. Stanley, I am listening. Okay. Yeah? Yeah, yeah? Yeah, yeah, yeah. Right. Okay, Mr. Stanley. Please, can I talk to Rabia? Thank you. Thank you. Hello. Hello. Tfaddalu, tfaddalu, tfaddalu. Hello. Hey, Rabia. ايوه اوكي 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 المسا نلتقي بالنادي. ها مع السلامة. انا زي كل احسن. هاي بيدرو. اها براري بابي بابام براري تاتي تاتا جود بوي بيدرو. اهلا وسهلا. اهلا فيك. لا تواخذوني، كان لازم استقبلكم جوا، بس البيت مكركب فوق بعضه. انا ما عندي خرم، اختي الكبيره بتجي بالاسبوع مره بتزبط لي البيت شوي من الفوضى. عايش لوحدك استاذ؟ اي نعم. ما بتخاف تنام لوحدك بالليل؟ بنام بالنهار. يا سلام على حياه الفنان، شو حلوه. يا خساره على الأيام اللي ضاعت مني. ليش أنا شو؟ يلا ما تندمي. على قولة المثل الفرنسي que ça vient retard mieux que jamais. أوي 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 أوي. بس بدنا الأستاذ يعطينا من اهتمامه شوي. أستاذ أستاذ. برافو برافو برافو. دوخته. إيه بس الخطة يلي رسمتها مروة هي اللي وصلتكم لعنده عباب المستريح. ما بقول لا، بس عينك تشوفي بعدها. بالأول كان استقبله لأنه فيتر كتير. قلت لحالي يلا يا أبو الزيكا فندي ادخل فيه، وادخلت. سبحان الله عطيني. كان كل تفكيري معي يحكي عن السيد درويش ناوله لمحة لشايفوسكي، عفيك يوصل لعصر رحبيني نهيوله عن بيت هوفي. حلو. يطرقني بيت من أحمد شوقي افقع وقصيدة للأخطر. دوخته اهلكته. حتى صار بيني وبين مروان مثل الويع بين فكي كماشة، وحتى تغيرت نظرته لنا وبطل يخلينا نروح. لك أهلا مروة. أهلا مروة. إيه بعدين شو بدي خبرك؟ تخبري ايه خلي اختك مروه تخبرك. شوفي شو صار. برافو.
ابراهيم سليم شو رحت على بيته لقيته مغير القفل. اخ شو هالحكي؟ كان عندي احساس انه هرب. مش معقول. اخ لازم نقلب الدنيا فوقاني تحتاني يا زكي افندي. ولك وبالطول وبالعرض. ايه روقي انت روقي بس. ايه تعطيني نص ضهري. طولي بالك علي. ايه خوفك علي اني ما انكشون. لكن انت نضرب فريم على خط مازن اشرف بالوقت الحاضر. لا 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 لو بصر لي كمش كل الخطوط ما كنت بأخر. الوقت عم يشتغل ضد مصلحتنا وبدنا دقيقة من غيمي. هذا حكي عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة. ولا بينما منعرف وين إبراهيم وما يختفوا ما نركز على مازن أشرف لأنه هالشخصية المهزوزة مش بلا شيء. إيه إيه تعرف ربيع فرصة ممتازة كتير اني اشتغل بإدارة مخرج مثل مستر ستانلي. وهيدا اللي خلينا نمضي العقد بسرعة. عظيم. بس الغريب ان كيف صرت نجم كبير بنظر المنتج علما بانه كان يعتبرني فاشل ومش موجود بالوسط الفني. ولو عندك مدير اعمال مش كيف ما كان. فلت الذكاء انت يا ربيع. المهم السيناريو انت اللي يكون عندي بكرة. very good. الوحيد يلي ما دخل على نادي هتاف شقرة إلا مرة واحدة تيسحب منه واحد قريبه ومرجي، ومرة تاني راح لعنده على المكتب واتخانق هو وياه. عرفت ليش؟ تحريتي بتقول اولا لانه هتاف عملت تعليقهم بينه وشرشحته بحفله من حفلته على المسرح. شو السبب؟ السبب اشتريت كل البطاقات بوصله زلبه وكانت فرحه مازن على قده لانه افتكر انه الحفله كملت وبعدين اكتشف انه ما في حدا جاي على المسرح ولا جاي حدا يحضر حفلته. ويومها ضرب الكافي اللي خبرتكم عنه. فإذا في سبب مهم للعداوة بينه وبينه. وبتقول تحريتي إنه هتاف عملت اللي ما بينعمل لحتى تجر إجر مازن للنادي ما كانت تقدر. ولما انكعي اطلقت بواحد قريبه وصار بيناتهم أو بين بعضهم من تحت رأسه خلاف كبير. بس شو هو الخلاف على المزبوط؟ ما عرفت. شو؟ كيف النشاط؟ أوكي. وإنتي؟ تمام. وصيت لك على كنار حلو كتير مع قفص مهضوم بيعجبك. عافيكي. ورانيا وتانيا كل وحدة منهم باقة ورد تاخد العقل. بس وينكم بدكم تتوه منيح. صحيح الزلمة مشغوط بعقله بس داهية منو حبتان ابدا. ها ايه اهلا وسهلا. اهلا بكم. مع كل تقدير واعجابي. وانا بدعي لك بطولة العمر يا استاذ. ميرسي. انا الحقيقة جايب لك كانور. صوته حلو مثل صوته. وكلمه مش مسم مثل الببغاء اللي عنده. تفضل استاذ. شكرا. يا
يا ما تزعل منه استاذ بليز. الببغاء اللي عندك سمن له بدنه كثير هذيك المره وما خليه ينام طول الليل هو يفكر بكلامه. ليه؟ شو قال لك؟ قال له غبي البعيد عنك. ايه بعيد عني والشبه عني كمان. طبعا طبعا اكيد. يعني هالذكي منه ذكي ابدا. مين هو؟ الببغاء. اسمه ذكي؟ ايوه. مش معقول. ليه؟ كأني سمعتك هذيك المرة عم تعيط له بدرو. أيوة بيدرو اسمه الفني. هيك معقول؟ لأنه مش معقول يا أستاذ يكون ذكي ونقول هيك عن ذكي مثل الأستاذ إنه غبي. أكيد الحقيقة أكثر الأحيان بيكون اسم الشخص مخالف لصاحبه. نعم. قصدي أقول إنه مرات بيكون الواحد اسمه صادق بيكون هو بعكس اسمه، أو صالح ربما بيكون هو مش صالح ابدا، او ممكن يكون اسمه ذكي وبالنتيجه بيطلع من اغبياء العالم. لا العن وافكر ابي. على كل حال استاذ ما بدنا نضيع وقتك بخارج حديث زياره موضوع. نعم. ما بدنا نضيع وقتك استاذ بحديث خارج عن موضوع زيارتنا. طيب على كل حال تفضلوا. تفضل. تفضل استاذ. المظبوط استاذ انه نحن مش بس معجبين بفنك وشخصيتك، نو انما منتامل انه الحظ يسعفنا تنحقق مشروع مهم مع حضرتك. مظبوط. ويا ريت يا ريت يا استاذ بتسمح لنا نتوسع بالحديث معك شوي. تمام. ومشروعنا استاذ هو قصة بتروح لشخصيتك كتبها الأستاذ بلاليكا. إذا كتب دراما بتقول وينك وين يا ماكسيم غوركي. وإذا طرح موضوع بوليسي بتقول وينك يا أغاتا كريستي. وينك وين؟ شو بتقول عن مواضيعه الوجدانية؟ ولا الكوميديا الاجتماعية؟ شغل يا أستاذ عم قلك. بس حضرتك عطينا شوي من وقتك واسمع. بكل سرور. بتحب تسمع أستاذ؟ لحظة بس عن إذنك تدخل الزهور والكنار. عن إذنك تفضل. تفضل. كريم مسم أكثر من الببغاء اللي عنده. عنده ولاد؟ مش مجوز ولعبة الولاد هيدي شو؟ يمكن يكون هو مولدين. معقول؟ جنون فنون. زكي أفندي. شو اطلع بالكبريت. شو حرف الميم هو زيته. حطيت الزهور مع بعض حتى ما فرق بيناتكم. الله لا يفرق بيناتك يا استاذ. تسلم يا استاذ كلك ذوق. ما فيك تتصور قديش اختي مبسوطه الحقيقه. ما نامت امبارح وهي تحسب لها الزياره. تفضل. ميرسي. شو بتحبوا اقدم لكم؟ الف شكر. ما بدنا غير سلام. لا 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 ما بزيد. شاي قهوه عصير؟ ابدا بس بدنا نقعد معك تحكي ونحكي وتسمعنا ونسمعك. كلامك كثير حلو. وين يا استاذ بدك تروح بكل هالسنين يلي سرقت من افكاري وزرعت احلى الكلام بفكر رانيا وتانيا. اسمك تانيا؟ نعم. رانيا. اسمين حلوين كثير. ميرسي. اسف جدا انا معود اشتغل كل عمل حسب الجو المطلوب. عم بكتب هلأ موسيقى لمشهد قطار بمسرحية جديدة. الحقيقة نحن الفنانين حياتنا عجيبة غريبة، يا منقعد سنة سنتين ثلاثة بلا شغل أو مننزل كفرد مرة. قلبك لا توقف ضده يهوى مثل ما بدو. قلبك لا توقف ضده يهوى مثل ما بدو. وعجروحه لا تزيد جراح واليوم اللي من عمرك راح
اليوم من عمرك راح راح وما فيك تردو. خليك بقلبي حكاية حكاية ما إلها نهاية. خليك بقلبي حكاية حكاية ما إلها نهاية. حقق الحب الأحلام هالدنيا كم شد أيام. عالصبيعي بين عدو اليوم من عمرك راح 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 وما فيك تردو. قلبك لا توقف تطلو يهوى مثل ما بدو. قلبك لا توقف تطلو يهوى على اسمك شو غنينا يا أغلى من عينينا. على اسمك شو غنينا يا أغلى من عينينا. ورد الفتح بالبستان عرفنا ليش منك زعلان. ورد الفتح بالبستان عرفنا ليش منك زعلان. أو خدك أحلى من خدو اليوم من عمرك راح 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 القصة ما عدت خارطة عقلي. روق يا زكي أفندي روق. حتى أنت تغيرتي كل عمرك كنت توقفي ضده وأنا روق هلأ صير العكس. لأني صرت أفهم مروة أكتر وأنا بطلت أفهم شي. الأيام عم تكرج كارج وبدنا ندفش لقدام وست مروة ما بعرف شو صابة. لا يا زكي أفندي ما تروح لبعيد بتفكيرك. رحت وخلاص الهيئة نقزت قلبي مش بلا شي. مروة مروة نسيت حالها انها عم تفتش عن الاوتيل وانضلقت كتير. هيدي مؤامرة مؤامرة مدبرة. السيناريو مرفوض مرفوض. بس لا 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 مش رح يقدروا مش رح يقدروا. مازن مازن
هدي أعصابك شوي وخليني أحكي معك. انت يا رانيا خليتيني غير رأيي بالناس. اول ما تعرفت عليك افتكرتك مثل غيرك، مجرد فضولية بدك تتفرجي على فنان، اخبار فشل ونجاحه صارت حديث البلد. بس الايام خلتني اكتشف فيك ميزة الانسان الصديقة المخلصة. مش هيدا الكلام يلي بسمعه منك دايما؟ إذا كنت صحيح بتقلي إنك بتحترمني هالقد، افتح لي قلبك. يمكن أقدر أخفف عنك المشكلة. طلع فيه. شو بعدكم عم تفكروا؟ مازن أشرف هو القاتل ولازم هلأ نبلغ عنه. المحرمة وحرف اسمه هو زيته، الشغلة ما بدها تفكير. خلاص يا مروة، ما يا سليم وبيا شليون من حسابك. مش لازم نستعجل يا رغدة. هلأ بطلتي مستعجلة؟ بطلتي خايفة على رقبة زوجك من حبل المشنقة؟ يا مروة، أول مرة بتكبشي دليل الجريمة بإيدك. اهتروا كعوب جري وزادت سكت ركابي وأنا أركض لحتى وصلت لهون. ليش عم تترددي؟ مخولتيني. ما بعرف الاشياء اللي سمعتها منه مش عم بتخليني اتسرع. إنسان عصبي، مزاجي مضحك. أيوة مضحك أحياناً خلال تصرفات ربيت معي من طفولتي، إنما من جوا بداخلي في إنسان طيب هادي بسيط. بحياتي ما سببت الأزل أي إنسان، طول عمري عايش لفرح الناس حتى بساعات حزني ومأساتي. ليش بدهم يحطموني؟ حياتي ملكي أنا، ملكي أنا حياتي الخاصة، ليش بدهم يحولوها سلعة تجارية رخيصة؟ يعني قصة الفيلم بتعنيك شخصياً؟
وليش توافق قبل ما تقرا القصة؟ مدير أعمالي هو اللي مضى العقد. ما بقى عندي ثقة بحدا أبدا أبدا. ما بقى عندي ثقة بحدا. كلهم بدهم يتاجروا على حساب عواطفي وقلبي المجروح. بدهم يجنوا الأرباح بأي شكل وبأي طريقة وشهروا بصداقاتي للناس. وأعز إنسان عندي. مين؟ هتاف شقرة؟ مازن بترجاك ما تستخف بكلامي. أرجوك مازن. رانيا أنا ما طلبت منك تحكي عن هتاف شقرة. رانيا هتاف ما بتستاهل الحكى أنا. أوكي فإذا سكر الموضوع اتركني. لا عمون معروف انسى انك تعرفت على معجبة فضولية. لا لا غريب غريب انت يا مازن. مازن عندي اشي كتير احكي لك اياها عني. واذا كنت فعلا تعتبرني صديقة وبهمك انك ما تتخلى عني بدي اعرف عنك كل شي. وهتاف شقرة شو بتعني لك؟ كرمالة بدك ترفض الفيلم يا مازن؟ لكن شو السبب؟ بحب أعرف. في أكثر من سبب. بوعدك إني أحكي لك كل شيء بس مش هلا لأني تعبان تعبان ومش قادر أركز. بده يخترق له شي لوفك لحتى يبعد الشك عنه بعد ما زحط لسانه بكلام ما كان لازم يقول. بجوز. ليش ما زركتيه بقصة المحرمة؟ سألته وشو كان جوابه؟ قال لي انه ذكرى من اخته الصغيرة هي طرزت له اول حرف من اسمه على المحارم ورسمت له الحرف كمان على الكبريت يلي بيستعمله بالبيت للضيوف. واقتنعت بكلامه؟ ما قدرت اتوسع معه اكثر خصوصي لما عرفت انه اخته الصغيره ماتت ومش من زمان. يا مروة يا عيني ما لازم نروح معه بالعاطفه. ما تنسي انه ممثل واكيد انتبه انه غلط وبده يحاول يفبرك قصص تيبعدك عن قصه هتاف. ما تخافوا صحيح انا تاثرت لحالته بس مش رح انسى حالتي انا والقضيه اللي عم بركض وراها كل هالايام. بعد يومين كان مازن اخذ قراره النهائي برفض الفيلم وكان بحاله نفسيه تعبانه. جربت اتجاهل الموضوع الحديث اللي بدي اياه بس هو فاجأني. رانيا أنا محتاج لقلبي ساعة مومي وفكر يشاركني قراري وصدر يحمل معي سر التمزق اللي صار له مدي بشدني لخلف.
يا ترى ممكن تكوني انت الشخص اللي صار لي زمان عم فتش عنه بكل هالمواصفات؟ انت فيك تقدر وتجاوب عني. اللي بقدر اقوله انا اني ما لي حق اتدخل بتفاصيل حياتك الخاصة الا اذا اعتبرتني صديقة مجردة من اي غاية. صغيري جنان، أنا ربيتها وجوزتها لإنسان ما كنت راضي عنه بالواقع، بس هي اختارت وكانت غلطة. مع الأسف الحب لوحده ما بيودي لسعادة زوجية. بعد 3 أشهر من زواجهم كشف عن وجهه الحقيقي، طلع مخلوق تافه أمرجي مضي ليله ونهاره بنادي هتاف شقرة وياخد من اختي كل المصريات اللي كنت اعطيها اياهم. جنان كانت العنصر الضعيف بالعائله. جنان كانت تشكي من حاله الربع. مع هذا كله ما كان يرحمها ابدا. كان يضربها بطريقه قاسيه ووحشيه. أنا ظليت أجهل حقيقة حياتهم لحد ما عرفت من أختي الكبيرة وبطريق الصدفة.
كم مرة بالعدد 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 اوعى تجرب الكسبانة لا لا مش انت اللي لازم تبكي يا جماعة مش انت مش انت هو بده يبكي كتير كتير بده يبكي شقيت وتعبت كل عمري بدي اشوف بعيوني كل دموع الفرح كيف قلبك طوعك تخبي علي لهالوقت كيف كريزة الربو بصدر جنان ما عاد فيها تحكي حسيت انها رح تقتني حملتها وقبل ما اوصل عقودة النوم تأطلب الحكيم تلاشت بين يدي كانت اخر ليلة بشوف فيها اختي الصغيرة جنان أنا ربيتها كانت كل شي بحياتي موتها صدمني وهدني مع ذلك تجاوزت الصدمة وعملت برأي الأهل والأصحاب جربت عد على جرحي وأسكت لكن جوز أختي ما طول حتى ضربني من جديد مازن إتاف ما تركت فرصة إلا وحاولت فيها تشويه صورتي كانت حاقدة علي بشكل ما بيتصوره العقل شو السبب؟ لأني ما انتبهت لسحرة ما انتبهت لفتنة المرأة السطحية اللي كانت مصورة بكل حركة من حركاتها هتاف كانت تعتبرني سخيف غشيم لأني من صنف الرجال اللي ما بيشوفوا سحر المرأة وجمالها إلا من خلال تصرفاتها الأخلاقية حقلت علي لأني ما ارتميت بين إيديها أو لأني بالتالي ما قدرت كون واحد من اللي سائتهم للدبح على طاولة القمار بناديها العامر ضلت تتحين الفرص لحتى تضربني ونجحت توصلت انها تضربني وتوجهني وبواسطة مين؟ بواسطة سهري المخلوق الغريب مازن فيك توقف عن الكلام لأن مش من الضروري إني أتدخل بتفاصيل حياتك الخاصة لا 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 أنا من زمان ناطر إنسان يسمعني ويفهمني ويشيلني من جحيم الوحدة واليأس رانيا صدقيني أنت الإنسان الثالث اللي رجعت من خلال أحس العواطف الإنسانية الصادقة قبلي كانت أختي جنان ومايا بس ما بنكر انه شعوري نحوك بيختلف عن مايا مين مايا؟ بنت جامعية على مستوى كبير من الثقافة والأخلاق كانت عندي بمنزلة أختي جنان وهي اللي كانت ضحية المؤامرة اللي رسمتها هتاف ونفذها صهري مع الأسف مؤامرة؟ أيوة هون ببيتي استدرج لهون وحاول يعتدي عليها وانت وين كنت؟ بالجبل عند اختي الكبيرة وكيف دخل على بيتك؟ كيف اجى لهون؟ كل وحدة من اخواتي معها مفتاح للبيت وانا مثل ما عرفتيني عايش لوحدي هن بيطلوا علي من وقت لوقت بعد موت جنان ما خطر ببالي مفتاح البيت
بس هو يضل واعي لكل شيء وعرف كيف بده يضربني. طيب كيف قدر يستدرج البنت لهون؟ اتصل فيها وخليها تصدق ان رجعت من الجبل وانا بحاله صحيه خطره. اجت معي بسرعه وكانت ما زالت. يعني لا لا، الله سبحانه وتعالى ما تخلى عنها، خلصها واجهت غدره بقوه وشجاعه ونفلت بكرامتها، هربت. بس طلعت من هون محطمه نفسيا وصار عندها انهيار عصبي خطير. كأني عم بسمع قصة مايا سليم. وكملت هتاف مؤامرتها، صورتني للناس ولبي البنت اني انا المعتدي. ابوها شو كان موقفه؟ صدق واخد مني موقف عدائي لانه كان مزلول بالقمار وبهتاف شعره. طيب البنت ما حكيت يلي صار؟ ضلت يومين بالمستشفى شبه فقد الوعي، ولما استعادت وعيها وقفت مع الحق، بس كان القدر اسرع منها ومني لان الشاهدين او مدبر المؤامره والمنفذ كانوا اختفوا من الوجود. يعني سهرك وهتاف؟ ايوه. هربوا؟ لا، ماتوا. هي قتلت برصاصة. مين قتلها؟ واحد من ضحاياها اسمه ماهر. ماهر مأكد هو اللي قتلها؟ هيك المحكمة قالت. سهرة كيف مات؟ لما وعيت مايا وعرفت القصة منها، رحت تاني يوم الصبح على بيت اختي وكان سهري فريد بعده مسرب ويجي الصبح. ليش مبكى بلد؟ بعدك واصل من السهرة؟ ايه. وكيف كان شغلك اليوم؟ منيح؟ إن كان منيح أو مش منيح هيدا شغلي. ويزاف عم بتدير بال عليك؟ بينك وبين هتاف في جريمة، ضحية إنسانة بريئة ويمكن تموت بسبب الانهيار العصبي. شيل إيدك عني. إيدايك إيدايك، أنت ملوتين بالغدر والجريمة. شو عملوا بمايا؟ شو عملوا بمايا؟ أنت مجنون. استعد تعترف بالحقيقة. أنا رح تخذيني. أنت اللي استدرجت مايا لبيتي. أنت؟ إيه. كانت فكرة هتاف؟ إيه. وحاولت تعتدي علي وتلبسوني الجريمة إلي؟ إيه. حملت على جروحي وتجاوزت كل شيء، بس هالمرة لا. هالمرة لا. استعد تقول هالكلام قدام بيا البنت؟ إيه. قدام كل الناس؟ الشارع. كان قدره انه يموت تحت دولي بسيارة. هيك راح الشاهد التاني على براءتي بعد ما قتلتها في شقرة ب24 ساعة. وفضلت انا بنظر ابراهيم المسؤول عن اللي صار بمايا. ابوها اسمه ابراهيم؟ ايوه. ابراهيم سليم؟ تعرفي؟ كان صاحب شركة أسطوانات. مزبوط. كان رجل محترم كتير قبل ما يتعرف على هتاف شقرة. كان صديقي وياما نصحته وجربت ساعته، بس القمار طحن وزله. وصلنا يا شوير زكي. إذا كانت هتاف
انقتلت بعد 24 ساعة من دخول مايا على المستشفى، وفريد مات بعد منا بيوم، يعني خلال 48 ساعة كانت فيهم مايا غايبة عن الوعي. معناها مش هي القاتلة، القاتل واحد من اثنين، إبراهيم أو مازن. رانيا، شو عم تفكري؟ مين قتل هتاف شقرة يا مازن؟ شايف بعيونك أسئلة غريبة. بدك تعرف كل شي عني وعنك، ومين أنا وليش جيت لعندك وشو بدي منك؟ رانيا، رح تضيعيني. طلبتي مني خبرك سبب رفضي للفيلم، حكيت لك وقلت ما سمعتي. السيناريو بيتناول كل هالشخصيات والأحداث. يعني الفيلم بدل على قاتل هتاف شقرة؟ مش بصورة واضحة، إنما بيعتبرني مسؤول عن كل هالأحداث بالوقت اللي أنا بريء منها. يعني العمل بيتعرض لحياتك الخاصة والهدف منه القضاء عليك نهائيا. تماما. فإذا قدامك فرصة حتى تسترد صورتك نظيفة بنظر الناس، إذا كنت فعلا تعتبر نفسك ضحية مؤامرة. مازن، أنا محطمة أكتر منك. أنا مسؤولة عن حياة إنسان بينه وبين الموت مسافة قريبة، وإنت معني بهالأمر. رانيا، أنا مش رانيا يا مازن، أنا مروة فرج، مرت ماهر المحكوم أعدام، وهو بريء وأنت متهم. شو معتر يا مروة؟ عزيزتي مروة، انت السبب، انت لا 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 لا. عزيزتي مروة، انت اللي تغيرتي. وقت اللي بيكون جوزة عصفور طيار. لا ابدا، ما كنت هيك بايام الخطبه. بايام الخطبه ما كان عنده سر مخفي. وبعد شهر العسل بشهر بلش يضوي ويطفي. مروه صدقيني.